كلشي بخير، كنتمنى يا ربي يلقاكم هاد لا فيديو بخير وعلى خير، وانتم تكونوا مزيانين. وانتم كتشوفوا هاد لا فيديو هادي، مرحبا بكم. يوم فيديو جديد، فلوق جديد، حدث جديده في القناه. دابا 9 ديال الصباح، انا يلا فقت غتبان لكم الروينه مورايا عادي اللي كيصايب واحد الاكواريوم واحد تخربق. المهم الدار باقا مرونه، يلا تصبغوا البيوت بجوج، يلا تصبغات هاد البلاصه حتى هي. باقي كلشي مرون، بيت النعاس مازال ما كملش في الفراش، بيت سيليا حتى هويا، كلشي باقي خاصو كلشي. بشويه بشويه كنخدموا داكشي. انا فقت، غسلت وجهي، درت كحيله يا اختي، توحشت الكحل البلدي، وقلت علاش لما نديرش هاد الصباح هذا. كانت محطوطه هاد اللعيبه هادي حدا المرايه ديال الكحل، كانت صايباتو ليا ماما وبقى عندي، وقلت علاش لما نديرش هاد الصباح هذا، واخا انا الكحل ملي تنديرو تيبين ليا عيني صغيره، مي ماشي مشكل. صافي اختي، وصو مكياج اختي، فمي تندير له غير داك بينتين هو اللي كندير، كنديرو بالليل باش كيصبح عندي اللون طبيعي وصافي. هذا ما كان احبابي، غنمشيو نقضي واحد الغرض بستان لا كارت ناسيونال، فلوس نمشيو للكاش بلس، ومن بعد غنرجع باش نجمعو الدار ونشوف الروتين ديالنا اليوم. شعري غتشوفوني دايره لي هاد مش اسمه تيربان ولا تيربان ولا شي حاجه بحال هكا، دايره لي هاد الشده هادي. علاش؟ حيت دايره لي واحد الزيوت، دايره لي واحد الشقيقه يا اختي. من بعد غنشارك معكم الزيوت كاملين ان شاء الله. ما خصنيش يضربني البرد، وخصني شعري يبقى سخون بحال هكا. نرجعو ونجمعو الدار، خليكم معايا شوفو نشوفو نقضيو غرض قبل ما تفيق ليا سيليا. سيليا باقا نحسن رد عليها الفيديو اللي بيتها تبان ليكم هنا وصافي. يلا يلا، فيه بزاف ديال البلا بلا. اول حاجه غنقولها لكم، ما تنسيش اختي اذا كنتي جديده على القناه اول مره تشوفي هذه الكاميره هذه، صافي ديري زر تخطي على زر الاشتراك ولا ابوني، تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس وديري الكل باش يوصلك اي جديد في القناه. خليكم معايا ويلا ما تنساوش لي لايك. نضرب على ميكي ماوس، راه نضرب على ميكي ماوس حتى من السير وتعباد الله لي بورت كلي ديال ميكي ماوس. المهم حنمشيو نقضيو الغرض ونرجعو. دابا 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 انا هزت التليفون تصور به وكنقلب على التليفون يشوف الله يستر يقول شي حاجه. صافي هاد البرفوق اللي ما مسدوش، ايوا نمشيو اختي نقضيو الغرض ونجيو كاش بلوس غير ما حدايا قريبه. المهم خصكم خارجه غير بنعطو بيجامه وبانطوفه وكيشلات زعما تبقايش راحت حيت البرد اختي. كنت صراحة عارفة راه متنجمع الدار وداكشي، مي أوبليغاتوا خاصني نصيفط الفلوس داك دابا. نتوما يا ختي داري راه هي مسكينة. بوني هاد السماقي في الصباح، كنت مخبية الدنيا كيكون عمو الحديز ولا مول البالي وصافي الدنيا خاوية. يا سلام، وهكا كنت تلاقيت زعما العيالات. سلام بخير، سلام بخير. ايوا وما عجبنيش عاوتاني نعيش في شي زنقه تكون كلاس كتر من القياس والناس معزولين بزاف. ايه انا ما كنمشي عند حد ما كيجي عند حد، ولكن هكا كيعجبني العيشه وسط الناس الشعبيين شويه، ما يكونش داكشي شعبي كتر من القياس، وما يكونوش ناس حدوديين كتر من القياس. كنتعاود معكم زعما موانسه معكم، انا نوصل الكاش بلوس دابا قريب عليا فرص السمقاني. خير رجعنا للدار اختي، اختكم سخفانه حيت مول فما تنفطرش الصباح، ولكن اختي هاد الايامات مع لونطريم خاصني نفطر الصراحه. صايبين واحد شويه الكورنفليكس مع الحليب وصافي. هذا المكان هذا زمان، انا وعادي ديما مضاربين على هاد الطاجي، كنقادو كيجي عادل كيبغي يجبد شي حاجه كيرول ليا الدنيا. المساند الرسمي ديالنا نيدو، الله
ايوا يا اختي شحال نديرو الصبر. وليت يعجبني صراحه نفطر، ما كانش كنفطر نهائيا، ولكن حيت عاوتاني كنحبس الماكله مع السبعة العشيه، ما كنزيدش ناكل في الليل من غير لا كان شي حاجه هكا غير زريعة هكا وكا وشي حاجه باش نقرقبو الناب مع التلفازه وصافي مع المسلسل اختي، مع المسلسل ضروري شي حاجه عاديه ماشي ماكله ولا شي حاجه ديال صافي. نحركو بها الفرن الحليب وجد نديرو الكورن فليكس خمس كيلو سيلا قطعي شوية تاع الويكاند اخويا اسمح لينا الويكاند اخويا ونتقطعوك ياك دابا نتايا غناكلوك الويكاند ونتقطعو خويا كتقولي من خلال تاني البقرة الكوزينة بق 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 يا اختي فطاري فطاري يا اختي انا هادشي عندي دابا راه فطور حيت ما مولفهاش تنفطر. جينا نشوفو اختي نطلعو على البيسي نشوفو الكواي تيك توك داكشي كله امور في الوصلة الصراحة يا ريت لو كان اليوتيوب كيطلع في حال لي زابليكاسيون الاخرين ما شاء الله تبارك الرحمن. فين غادي اختي بالماكلة الله يا اختي فين غادا بالماكلة فين ويلي 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 فين اختي غدا بالماكله حبسي عينيك تسدو ما بقاوش كيف التليفون طاح حيت عرفني واخا انايا ما ندوي غنجلس ناكل ناري 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 ما شاء الله ما شاء الله الله يا اختي الله حبسي الماكله حبسي اختي من الخمسه حبسي شوف انا كندير هاد اللون ديال الصباغه واخا ندور في اللوان كاملين كيعجبني الكرونه وهذا اللون هذا هذا اللون كنديرو فحال وحده اللي هي ملي كنكون غادره حتى بلاصه ما والو ودفريني انا تخي فراجيل يعني بحال الزاج اختي داك الزاج الرقيق ملي كنقيس شي حاجه د الماء ولا كنشقى ولا هادي كيتهرسوا الوغ ملي كيكون عندي الشقه ولا التخمال ولا هذا كندير اختي هذا اللون عندي داك لاباز ولا ما عرفت سميتها ما كتعجبنيش كندير هذا اللون اختي. انا نكمل الفطور وانا معكم ما كملتش الكلمه ديال نكمل الفطور وانا معكم سمعت واحد الزويه اللي تجي فاقت المبرزيطه ديال الدار اذا وكنت باغا نخرج نتسخن مبقيتش نمشي نتسخن. نصايب معكم يوم واحد الماسك اختي البشره اللي يخليك تخرجي بوجهك بلا مكياج اختي اجي نشوفوا البخوشه فاقت سمعت الهضره ويدير ديك المهم اختكم عندها الروينه اليوم ولكن اختي في وسط الروينه هادي ما غنساش انني نتلف وشي جمله تشوفوا لي حيت الدريسين كله غيتبدل غيجي البلاكار غيجي الكوافوز الماكياج غيجي استغفر الله بيت الناس راه جاتنا موسيه وديكشي باقي خاصين الاباجورات بجوج باقي خاصه التريا باقي خاص واحد التعديل خفيف ظريف المهم باقي خاصين شي حوايج باش غادي نصور لكم ان شاء الله بيت الناس كومبلي غنصور لكم اليوم حيت غنجمع تمايا الدار عندي مرونه ولكن مرور الكرام حتى النهار ان شاء الله ندير لكم فيديو نشرح لكم كل حاجه والثمن ديالها وكل حاجه منين تشرات وكيفاش 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 اوكي نكمل الفطور اختي اختي من بعد الفطور اللي غنديروها هي اننا غنطلقوا الموسيقى حيت انا كنطلق القران في الصباح فاش كنكون يلاه فقت بيد ما كنكون غسلت وجهي وداكشي كتكمل سوره البقره دابا طلقت الموسيقى
شي وقت نجمعوا الدنيا نطلب على حوايجنا ونجمعوا لكم. خليكم نمشي مثل الحوايج باش نجمع الدار. Thank you.
راه ماشي غير داكشي اللي درت اليوم. البارح خملت تحت البوطاجي هاد البلاكارات الفوقانيين هادشي كامله كلها تحكات ودار ليها الخل وكلشي ولا فيسيل هذاك الروبو. المهم هاد الاتجاه درتو البارح وهاد الاتجاه اليوم. علاش قسمت؟ لانه فريم اختكم من نهار مرت وليت اختي كنخاف الصراحه وليت كنقسم الشقه. واخا تيقول لي عادي نجيب لك شي مره اللي تعاونك ولا شي حاجه، انا من داك النوع اللي حتى حد ما تيبرد ليا القلب. يعني خصني شقايا نديرو بيدي وركان هي انا اللي كنعرف ليهم من الاخر، انا اللي كنعرف كيفاش نقاد حاجتي. وما عزيزش عليا شي واحد يمشي يقاد ديال المهن وانا منين نبغي وغنبدا نقلب وما غنعرفش. المهم بزاف ديال الامور، هذا موضوع طويل. وليت كنقسم. علاش؟ حيت كنحس بصحتي فين ما كنجهد على راسي ولا كندير شي مجهود، اصلا الطبيب منع عليا انني ندير مجهود ولا انني نحمل في هذا الوقت هذا نهائيا. عطاني لا بيلول اللي الصراحه ما عمري استعملتها في حياتي، وفي نفس الوقت عطاني الراحه من غير لونطريمون راه خارج على الشقه، راه ماشي بحال حيت الشقه كندير واحد لي فوغ، واحد المجهود بدني تقول جر هادي بزاف ديال الحوايج وما كنرتاحوش. اما لونطريمون داكشي كيمشي معاك الكوتش تدريجيا، وفي نفس الوقت كل نهار كنتريني نهار لا يعني كنرتاحو، ولكن الشقه اختي راه كاين يوميا ما كيساليش هذا لا. داكشي علاش انا قررت نقسم، واخا انا ما تعجبنيش شي حد يشقى لي ولا لي غنقسم راسي ونقاد اموري راسي، مي بشويه عليا وحده وحده دوكا دوكا ولا بغيت بحال عام طويل. عرفتي انا وانا مشكله باش نقنع راسي بهاد الهضره هذه، كنبقى نعاودها في الداخل ديال الدماغ ديالي بزاف ديال المرات، حيت انا من داك النوع اللي خصني ندير كلشي في نهار واحد، كلشي في خطره واحده باش العشيه ولا غد لي نمشي نحمل. لا اختي ما بقيتش غندير بحال هذيك حيت داز عليا وغنبقى داز عليا واحد المرضى صعيبه بزاف. يلاه كنقول الحمد لله الحمد لله كنرجع لنقطه الصفر، كنقول عاوتاني الحمد لله كنرجع لنقطه الصفر. داكشي علاش قررت نعطي الاهميه لصحتي هي الاولى ونتهلا في راسي. اختي دابا سالينا الكوزينه، غادي نمشي نشوف الصالون فيه شي تخربيقات هكا خفافين ظرافين، وغادي نسيق الارض قبل ما تفيق ليا سيليا حيت دابا قريبه تفيق، وغادي نمشي للدريسينغ باش نطوي هذوك الحويجات كاملين. المهم غندير شي حوايج اللي ما فيهمش مجهود، يكفي ما درت ليما من مجهود. اهم حاجه انني غنسيق الدار باش كيعجبني ملي كتفيق سيليا كتلعب هي روكسي في شي حاجه نقيه وصافي. روكسي المهم هي روكسي بالنسبه للناس اللي كيسولوا عليها، روكسي باقا معنا بخير وعلى خير وكلشي، غير هي ما كتجيش الفرصه انها تبان في الفيديوهات. بزاف الناس كيقولوا لي فين مشات روكسي نهار اللي تزادت عندك سيليا اختي روكسي. بالعكس روكسي تزادت عندنا وطربات عندنا وولفناها، وما يمكنش ما يمكنش ما يمكنش نستغناو عليها. وبالنسبه ثاني لواحد الفئه ديال الناس اللي تيقولوا لي لا علاش كتخلي بنتك تقرب لنا، بالنسبه لروكسي البنات راه فاكسيني يعني ما نخاف منها من حتى شي حاجه. وحتى بالنسبه للصغب اللي تيبان لي الفتره اللي كتبدل فيها الزغب ولا شي حاجه، عندها المشطه ديالها، عندها الشامبو ديالها، عندها الدواء ديالها، كنحاول نبعدها على سيليا واحد المده حتى حتى ما كتبقاش مازال تنسل، وكنشطو ليها يوميا في الصباح الحمد لله في الصباح وفي العشيه. هذا ما كان البنات، وخليكم معايا نكملوا لا فيديو ديالي، واخا بات ليا طويله اختي.